فجوه ايام الانتخابات بس تعالوا خش. انا بقول تعالوا خش، ما عندكش مانع يا باشا، يجوا خشوا يشوفوا رد فعل الجمعيه العموميه اللي بيعملوا لها بيانات مضروبه، يعملوا معاهم ايه؟ أيوه. انا هسيبهم للستات، هسيبهم للاطفال. ماليش دعوه بقى، ماليش دعوه الاطفال بقى يجروا هم يعملوا لهم حاجات مش طبيعيه. طب حضرتك عارف مين المسرب العادي ده يا فندم؟ نعم عارف مين المسرب العادي ده؟ اللي هو العادي المصور طبعا. امال هنعمل بلاغ ضد مين؟ واللي نشر واي موقع نشر الكلام ده في النيابه. لا نشر. بس الموضوع سهل جدا، العادي الاصل اهو والمضروب اهو. بقول لك لا توقيعي ولا خط المدير المالي. اي كلام. وبعدين بص انت في النهايه بتعمل اللي ربنا يبقى بالله عليك ضميري ضميري وربنا. اه تمام. نادي الزمالك من ما فيش ولا بطوله 14 بطوله كره قدم بس في 4 سنين. تمام. والضمير عارف الكلام ده، زمير اليد والسله والطايره كل البطولات، وحسين لبيب عارف ان البطولات اللي خدها السنه بتاعته هو نفسه اللي قال دي مرتضى منصور انا جيت اجهز على الناس دي، انت زرعت هو جه حصل. أه؟ لدرجه فريق السله اللي خد بطوله افريقيا وكان لسه جايب قال له اسبوع، العيال كانت مسافر ما اعرفش اسمائهم. فانا عايز اقول له اهمل شويه بقى.